أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اخترت لكم الآية الأولى من مما تلي على أسماعكم من آيات سورة النساء من البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. لربما أن الآية فيما هدفت إليه من الرسائل التي تحملها أن تتحدث عن قضية عدوان الإنسان على الإنسان الآخر بلحاظ الاختلاف في بعض العناوين. يعني أنت لو تروح إلى الآية الثانية والآية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة فما بعد ستجد بأن هناك صور من العدوان المالي على أموال اليتامى والضعفاء والسفهاء، تجد بأن هناك عدوان على الزوجة أو احتمال عدوان على الزوجة، هناك تعدد في الزوجات واحتمال الظلم في العلاقة بينهم إلى آخر. فلربما الآية الأولى جاءت لتقدم قاعدة، هذه القاعدة ستنطلق منها معالجة بعض صور العدوان في العلاقات الاجتماعية المرتبطة بالأرحام وبالنسب، اللي هي جزء من صور العدوان التي تشهدها المجتمعات البشرية على طول التاريخ. وإن كان أكو عدوان أكبر، عدوان الحروب، عدوان الاقتتال بين الأديان المختلفة، أعراق مختلفة، قوميات، أوطان وهكذا، ولكن هذه صور من صور العدوان بالنتيجة تعيشها المجتمعات بشكل يومي تقريبا في نهب أموال اليتامى والعدوان على الزوجة وقضايا خلافات الزوجية إلى آخره. كأن الآية تقول بأن هناك واقع في هذا الحياة، هذا الواقع هو وجود التنوع الإنساني، وهذا التنوع ترى يكون تنوع ديني، ترى يكون تنوع عرقي، ترى يكون تنوع قومي وغير ذلك من أسباب التنوع. كأن الله سبحانه وتعالى يقول هذا التنوع واقع يجب أن تتعاملوا معه بالصورة الصحيحة، وهناك معيار معين، هناك شيء معين يضبط إيقاع العلاقة الإنسانية ضمن هذا التنوع. للأسف أن هذا التنوع بات يتحول إلى سبب للتأزيم في العلاقات، فيما أن الله سبحانه وتعالى عندما أوجد مثل هذا التنوع لم يرد له أن يكون سبباً للصراع والاقتتال والتنازع وأن يكون عنصر تأزيم. لماذا يحصل هناك تأزيم وصراع؟ لأن أسباب التنوع تتحول إلى أسباب للتعصب. أنا أتعصب لقوميتي، لأن أنا مختلف عنك في القومية أتعصب لقوميتي فأصارعك، أتعصب لوطني فأصارعك، أتعصب ل جنسي الذكري فأصارع الأنثى وهكذا. فبالتالي الله سبحانه وتعالى يقول هناك إرادة إلهية مختلفة، إن هذا التنوع يراد له أن يمثل حالة من التكامل بين البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى جنسين مختلفين وجعلناكم شعوبا وقبائل، وهذه الشعوب والقبائل مختلفة،
لا يراد لاختلافها أن تتحول إلى عناصر تأزيم وصراع، وإنما لتعارض. يعني أنتم فاهمين المسألة غلط، يعني هذا اللي يطرحون صراع الحضارات خطأ، وإنما المفروض أن شنو يكون تكامل الحضارات، التقاء الحضارات والتقاء البشرية بتنوعهم من أجل إحداث حالة من التناغم بين البشر في تكامل هذه الحياة لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فإذا الآية القرآنية تقول أن هناك واقع وهناك إرادة إلهية. هذه الإرادة الإلهية ليست من النوع التكويني الذي لا بد أن تتحقق مثل قانون أنه لازم يتحقق، لا، هذه إرادة إلهية فيها عنصر الاختيار البشري. ماذا اختار البشر؟ اختاروا الصراع، ما اختاروا التعارف. ما الذي يعيدهم إلى سكة الفطرة وهو التعارف؟ التقوى. لو أن الناس يتقون الله سبحانه وتعالى لكان صور الصراع تخف إلى أن تنتهي. ونلاحظ هنا في آية سورة النساء وفي آية سورة الحجرات التقوى حاضرة في قضية العلاقات. إذن لابد أن تدركوا ضرورة اعتماد التقوى كوسيلة من أجل تحقيق غاية التعارف لتعارفوا، بدل من صورة الصراع والتنازع من قبل الناس. زين، التقوى يحتاج أن الإنسان يكون متدين بدين الإسلام؟ لا، الخطاب لما هي يا أيها الناس كأنها تلفت النظر إلى أن التقوى موجودة عند الناس على اختلاف انتماءاتهم، يعني بغض النظر عن العناوين المختلفة. ترى اليهودي عنده عنوان تقوى، المسيحي هم عنده عنوان تقوى، الأنثى عندها عنوان تقوى، والمسلم هم عنده عنوان تقوى، حتى الهندوسي حسب مفاهيمه هو عنده عنوان شنو؟ تدين وتقوى، والبوذي نفس الشيء إلى آخره. فإذا عنوان التقوى مشترك إنساني. ليش؟ لأن مزروع في داخل الفطرة الإنسانية، كأن الآية تقول بأن مثل ما أن الإنسان في فطرته أن يدرك أن هناك خالق لهذا الوجود. إحنا ما نؤمن بهالشيء، أن كل إنسان مزروع في فطرته أن هناك خالق، واحد يسميه الله، واحد يسميه قال، واحد يسميه خدا، أيا كان، بس أكو خالق. واحد يتصورها بشكل، واحد يتصورها بشكل ثاني، واحد يقول ما أقدر أتصورها، صح ولا لا؟ بس بالنتيجة أكو اعتقاد بوجود خالق لهذا الوجود. طيب شو طبيعة علاقتك بهذا الخالق؟ أليس هو الاحترام؟ أليس هو الخوف من هذا الخالق بأن لا تغضبه؟ هذا مشترك بين الناس جميعا على اختلاف أديانهم. ولذا جاءت الآية ويا أيها الذين آمنوا، وإنما جاءت يا أيها الناس، لأن يراد أن تعالج من خلال العلاقات البشرية من خلال عامل مشترك بين كل البشر. فالعقل يستطيع والفطرة تستطيع أن توصلك إلى هذه الحقيقة. الأمر الثاني اللي الآية تلفت النظر، شوف القسم الثاني من الآية، يا أيها الناس اتقوا ربكم، عرفنا هذا، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يعني أكو عامل ثاني، لو أنت ما تبي تروح للتقوى في عامل ثاني شوية فكر فيه، شوية حرك عقلك. كل إنسان باختلاف جنسه وانتمائه سيصل إلى ذات النتيجة أن هناك ملتقى في الأبوين من أصل الخلق. وما دام أكو ملتقى في أصل الخلقة، إذن لم تتصارع؟ ما دام أن أكو أصل التقاء، حين ذاك الأب واحد، الجد واحد، أخ والأم واحدة وهي حواء. فإذا أنتم تتعصبون، المفروض إذا كانت العصبية قائمة على أساس القومية مثلا، شنو هذا سبب التعصب اللي يتحول إلى صراع بين القوميات؟ أن هذا يقول أنا تركي، ذاك يقول أنا شنو؟ عربي، ويتصارع معه، صح؟ زين، أنت لما تقول أنا تركي قاعد تتعصب لذاتك، ولا تتعصب أيضاً للجنس اللي هو فيه أفراد آخرين ترك، صح؟ ليش تعصبت لهم؟ لأن تقول إحنا يدنا واحد، اللي ينتمي لقبيلة ضد قبيلة، ليش تعصب لأبناء قبيلته؟ لأنه يقول يدنا
واحد الله سبحانه وتعالى رفع راسه شويه فوق طاف الشجره فوق اصلت شنو؟ ابو واحد وام واحد. فمثل ما تتعصب ضمن هالدائره تعصب للجنس البشري كله، فلما تتعصب للجنس البشري كله ما راح تتحول هذا الى شنو؟ صراع تتهاوش مع منه؟ ابوكم واحد امكم واحده مثل الاخوان صارعون على شنو؟ فبالتالي اذا كان هذا هو سبب التعصب فالجد واحد، واذا كان سبب التعصب اللي يبعث الى الاقتتال هو الدين عامل الديني، فالايه تقول بان كل هذا التنوع البشري من اللي خلقه؟ كلكم تقولون اكو خالق اعظم كذا اللي هو الله عز وجل، فاذا خالقكم واحد زين وكلكم تقولون ان هذا هو الاله اللي خلقنا احنا وكذا ويريد منا دور معين في الحياه، فلما الاقتتال فيما بينكم؟ اذا الخالق قاعد يرسل لكم رساله لا تقتتلوا، هو قاعد يرسل لكم رساله لا تقتتلوا وإن تكون حياه سلام، فلماذا تقتتلون فيما بينكم؟ الغوا هذه التصورات للخصوصيات التي تدفع الى الاقتتال، وانتبهوا الى المشترك في النوع والمشترك في الاله اللي انتم كلكم تدعون انكم ترتبطون به. وهكذا بالنسبه الى سائر العناوين، اذا تتعصب لجنسك الذكري ضمن الانثى تذكر نفس الحقائق. وخلق منها زوجها، هني المفسرين اختلفوا، دخلت يعني عده عوامل في هذا الاختلاف. مثلا بعض المفسرين المسلمين تماشى مع القراءه التوراتيه لهذه القضيه، ومع بعض الاحاديث المتناغمة مع القراءة التوراتية لبداية الخلق البشري. شنو في التوراة؟ أن حواء خلقت من ضلع آدم. في التوراة هكذا، فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما مكان الضلع، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة، بنى منها خلق منها امرأة وأحضرها إلى آدم، فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحم، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت، فامرأة وامرأة مؤنث مات خلاص. فإذا هني ضمن القراءة التوراتية هناك أحاديث تتحدث عن نفس الشيء في كتب المسلمين، مثل هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. إذا جيت هذا الضلع فوق هناك تبي تخليه سيدة تعبيرنا مستقيم تنكسر، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. هذه الرواية تتكلم عن فكرة قريبة أو مطابقة لما جاء في التوراة. تيار آخر المفسرين ما ينتظرون هذا ويقولون مثل هالأحاديث إذا بنلتزم فيها لازم نأولها، والآية القرآنية ما فيها هالدلالة الواضحة على شيء من القبيل، ونرفض الأخذ بظاهر هذه الأحاديث. قسم آخر من المفسرين قال لا، هذه أحاديث من الإسرائيليات هي متناغمة مع التوراة وهي من الإسرائيليات وما لها علاقة بالنبي صلى الله عليه وآله، ولذا إحنا نطرح هذه الأحاديث ونرفضها، وبالتالي لا نقول بما جاء في التوراة من أن المرأة خلقت من ضلع آدم. والآية القرآنية عندما تركز فيها لا تجد حديث لا عن ضلع ولا عن يعني ان المراه مخلوقه من بضع او جزء من الوجود المادي لادم، حتى احنا نقول بهذا الشيء. الان اذا ماذا تريد ان تقول الايه؟ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. عاده الذهن يروح حق شنو؟ الذي خلقكم من ادم وخلق من ادم الزوجه، فإذا الزوجة مخلوقة من آدم، ثم وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. كذي عادة التفسير يعني بال الإنسان يروح
لتفسير الآية. وبالتالي يقول حتى لو ما قلنا من الضرع فهي مخلوقة بالنتيجة من طينة آدم، من بقايا طينة آدم كما تدل بعض الروايات. ولربما التركيز أكثر في الآية يعطي دلالة أخرى مختلفة. شنو هي؟ إن الآية تقول نفس واحدة، تقول يعني من حقيقة واحد، ما تتكلم عن آدم كشخص، وإنما تتكلم عن الجنس البشري أو الحقيقة البشرية. مو أكو أنواع في الموجودات، تكلم عن النوع البشري. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من هذا النوع، وهذا النوع هو نوع واحد. فإذا كلكم نوعكم واحد ليش تتصارعون وكل واحد يعتدي على الثاني؟ الذي خلقكم من نوع واحد، وآدم وحواء كلاهما من هذا النوع، من هذه الحقيقة. لاحظ بالدقة الآية شنو قالت؟ الذي خلقكم مو خلقها، مو خلق حواء، الذي خلقكم بأجمعكم من نفس واحدة، وخلق منها يعني من هذه الحقيقة أيضا الجنس الآخر. إذن أكو جنس مخلوق من هذه الحق من النوع البشري، وأكو جنس آخر الأنثى مخلوق أيضا من هذا النوع البشري. ثم بتزاوج هالجنسين صار أكو عندنا شنو؟ توالد وتناسل وتكاثر. الآية ما قالت خلق نفسا واحدة وخلق منها زوجها حتى نقول إن حواء مخلوقة من آدم، وخلقكم وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لا، الآية شنو قالت؟ قالت خلقكم كلكم، خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها من هذه النفس الواحدة، من هذا النوع الواحد، من هذه الطبيعة الواحدة خلق أيضا الأنثى. فإذا كان الآية تبي تتكلم عن شنو؟ إن التنوع البشري الموجود ذكورة وأنوثة، والتنوع البشري الموجود في الأفراد المتعددين بالنتيجة كله يرجع إلى شنو؟ نفس واحدة، نوع واحد، فصيلة واحدة اللي هو البشر. ولذا الآية قالت خلقكم، ما قالت خلقها أو خلق مثلا حواء. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وبالتالي الآية رسالتها هكذا: يا أيها الناس جميعا باختلاف أجناسكم ذكورا وإناثا، واختلاف أعراقكم، قومياتكم، ألسنتكم، أديانكم، كلكم بأعدادكم الضخمة، بتنوعاتكم الكبيرة، كلكم يرجع إلى نفس واحدة، إلى حقيقة واحدة. فلما هذا الصراع والإقصاء؟ ليش ما واحد قلبه يصير على الثاني؟ ليش الواحد يبي ينهب أموال الآخر؟ ليش الواحد يبي يعتدي على الثاني؟ ليش ما عندكم حالة عدم التعايش؟ ليش ما تنتبهون أن التنوع هذا مثل ما الله قال شنو؟ لتعارفوا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني بعد ما تكلم عن التنوع البشري كله والصراعات والعدوان اللي فيه، ينظر إلى الدائرة الأضيق اللي هي في دائرة شنو؟ العلاقات الرحمية. أيضا أكو صراعات، مع أن المفروض أن الواحد يحد على رحمه. فالآية تقول أنتوا مو تحلفون بالرحم مثل ما تحلفون بالله؟ وأكو احتمال آخر للآية راح نذكره بعدين، بس أنتوا مو تناشدون بعض؟ مو واحد منكم ينادي يقول يا للرحم، يا قبيلة فلان، يا كذا، وعشان ينجدونه؟ صح ولا لا؟ فإذا أنتوا تعتبرون أن هذه قيمة، إذا هذه قيمة وقيمة كبيرة من خلالها تنجدون بعضكم البعض، تنجدون بعضكم بعضا، فلماذا العم ينهب أموال أبناء أخيه اليتامى؟ ليش الخال ينهب أموال أبناء أخته اليتامى؟ وهذا ليش هذا العدوان؟ في الآيات اللي بعدها راح تتكلم عن نهب أموال اليتامى، وعادة اليتامى من يصير القيم عليهم؟ إنسان كريم، يكون أخوهم الكبير، يكون عمهم، يكون خالهم، إنسان قريب يعني. فليش هالنهيبة هذه؟ طيب، فما هو المطلوب؟
واتقوا الله، هذا أولا. فتقوى الله عز وجل يجب أن يكون هو العامل الأقوى، لأن أنت تدري أن الله سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء، هو الذي يحاسب على كل شيء، هو الذي بيده كل شيء. بالتالي المفروض أن يكون عندك تقوى تجاه الله سبحانه وتعالى، هذا أقوى عامل يجب أن يخلي الإنسان ما يعتدي على الآخر، لأن الله سيحاسبك، هو الرقيب وهو الحكم وهو المجازي وهو المثيب. ثم أضيفوا إلى ذلك حكم عقولكم، ستجدون أنها تلزمكم بماذا؟ بأن تراعوا عنوان الرحم، مثل ما تناشدون بالرحم وتحلفون بالرحم وتتعصبون للرحم، لا تعتدون على الرحم. طيب، هذا ذكرناه بأن الآيات تعالج، يعني اللاحقة تعالج بعض صور العدوان في الإرث، في شؤون الزواج، في أموال اليتامى، في أموال السفهاء إلى آخره. وكأن الآية الأولى جاءت بمثابة تقديم قانون عام لترتيب العلاقات البشرية، وشنو اللي يضبط صمام الأمان في هذه العلاقات. تفسير الآخر، واتقوا الله الذي تساءلون به. التفسير الأول شنو قلنا؟ يعني مثل ما تحلفون بالله تحلفون بمنه؟ بالأرحام. مثل ما تناجدون بالله، الله عليك، هم كانوا يناجدون بشنو؟ بالأرحام. فالله سبحانه وتعالى، هذا احتمال أول. واحتمال الثاني إن اتقوا الله واتقوا الأرحام، كذي المعنى، مو تناجدون بالأرحام، بمعنى اتقوا الله واتقوا الأرحام، بس النتيجة واحدة، إن لازم تدير بالك في علاقتك مع الله. الآن نبي نستفيد فائدة من الآيات، من الآية القرآنية، وهو إن في البداية اتقوا، بعدين بالنص هم عندنا شنو؟ واتقوا، وبعدين آيات ثانية اتقوا اتقوا اتقوا، التركيز على اتقوا. ليش؟ يقول واحدة من النقاط اللي يكون نستفيدها إن أكو فرق بين تقول حق الإنسان انجز هالشيء كإنجاز، وبين إن تقول له انجزه وانت تعيش حالة التقوى لله عز وجل. لما تقول اربطه بالله وبحالة التقوى، اولا راح يصير يراقب عملك، راح يعطيك انجاز افضل، راح يعطيك دافعية في العمل، راح يعطيه احساس بانه انجز شيء، ما راح يروح اثر. انت الانسان لما تربط اثره بالمادة، ممكن انت ما تقيم شغله عدل، ممكن ما تكافئه، ممكن تكافئ انسان اخر اكثر منه، يمكن يتوقع منك مكافأة فوق المطلوب، لكن هو يتوقعها وانت ما تعطيها، كل هذه محبطة، وكل هذه تخلق صراعات احيانا بين الناس. ليش فلان عطيته انا ما عطيتوني؟ ليش هذاك عطيته امتياز انا جيد جدا؟ ليش ليش ليش؟ اما لما تربطه بالله سبحانه وتعالى، وان هذا كله بعين الله، وانت لازم تخاف الله في هالعمل فتنجزه، مو بس قدام المسؤول، مو بس ظاهريا، لازم الداخل يكون متقن، يكون كذا. كل هذا يعطي دافعيه ويعطي قوه ويعطي ضبط واتقان في العمل، وبالتالي يكون وصولك للهدف افضل، ويخلي الانسان العامل اكثر نشاطا واكثر دواما في العطاء. ليش؟ لان ربطت دائما بحضور الله عز وجل. وهل هناك لحظة يشعر فيها المؤمن أن الله غايب عنه؟ هل هناك فعل يعتقد فيه المؤمن أنه غايب عن الله ويسقط من دفتر الحساب؟ لا، الإنسان المؤمن يدرك بأن هذا كله مسجل، وبالتالي من الضروري أن نحافظ على عنوان التقوى في العمل. فلما نبي ننجز أو نبي نخلي الآخرين ينجزون، خلنا نربط هذه القضية بقضية أن هذا الأمر بعين الله عز وجل، واتقي الله فيما تنجز، هذا وايد مهم. الشيء الثاني ان ننتبه ان التقوى مو في محيط المسجد، ولا في اطار الصلاه، ولا بس بشهر رمضان، وانما التقوى في كل مفردات حياتك. فلما تتعامل مع اليتيم لازم اكو تقوى، لما تتعامل مع زوجتك لازم اكو تقوى، لما عندك تعدد زوجات لازم اكو تقوى، لما تتعامل مع السفير لازم اكو تقوى، وهكذا. لما اكو ارث
واكو وصيه واكو كذا، لازم اكو تقوى. فالمال عنصر مهم حتى للمتدينين، يغريهم ويفسدهم ويسقطهم من اعلى الى الاسفل، ينهارون يفقدون كل قيمهم الايمانيه، وما يترك الصلاه ولا يترك الصيام ولا يترك اجواء الدينيه، ولكن في الجانب المالي يفسد. فتجد بان الله سبحانه وتعالى يقول هني التقوى لازم تكون فاعله عندنا حتى نتضمن ان المال ما يفسد مثل هذا الانسان. والحمد لله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد.